وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب أرأيت ظلك في الظلام مشامعك وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك وأجمل من هذا الكلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.